مش ناسيك 25. النهارده طلاب الاشتراكيين الثوريين بينظموا معرض بيعلنوا فيه موقفهم من حادثه دهشور، وموقفهم من القبض على الرفاق احمد الفراش ومحمد عازم، وموقفهم من مقتل الزميل الطالب بكليه هندسه محمود عبد الحكيم، وموقفهم السياسي ضد السيسي، ضد عوده الاخوان، ضد عوده الحلول. النهارده طلاب الاشتراكيين الثوريين بيعلنوا موقفهم ان حادثه دهشور هي استمرار للاهمال والفساد الوزاري اللي موجود في حكومه اي حكومات المتتاليه بعد الثوره، منها حكومه الاخوان بقياده هشام قنديل، ومنها حكومه الببلاوي بعد انتفاضه 30 يونيو. حكومه الببلاوي اعلنت ان ثمن المتوفيين في حادث القطر 20,000 جنيه، اصبح ثمن الميت هو 20,000 جنيه. في المقابل حكومه قنديل اعلنت ان ثمن الميت في حادثه اسيوط اكثر من 250 طفل توفوا في الحادثه دي كان ثمنهم 15,000 جنيه. ونرجع للذاكره في 2001 حادثه مخلوط في عهد المخلوع مبارك باراده الشعب. ذكرى محمد محمود، توفى الطالب محمود عبد الحكيم برصاص الداخليه للمره الثانيه، الداخليه بتعود بلطجتها. ذكرى محمد محمود، قتلوا جيكا السنه اللي فاتت وقتلوا محمود عبد الحكيم السنه دي. الداخليه ما زالت تمارس القمع وتمارس مهامها البلطجيه قوات الاحتلال الداخليه. والنهارده طلاب الاشتراكيين الثوريين بيقولوا موقفهم من عميد كليه صيدله اللي كان يوم 19 وقع عامل من على السقاله من على بعد 12 متر، العامل ظل ربع ساعه مهمش العظام على الارض بسبب ان الاسعاف ما كانش عندهم امر ان هم ينقلوا المريض وينقلوا الراجل اللي توفته المنيه في اخر بعد 7 ساعات من القائه في المستشفى بعد الطوارئ. النهارده طلاب الاشتراكيين الثوريين بيقولوا ان القبض على الزملاء محمد عازم والزميل احمد الفراش هو عوده لبلطجه دوله العسكر مره اخرى.